فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، شهر العبادة والخير، شهر المحبة والتسامح، تزدان فيه الشوارع بالأضواء لإعلان البهجة والسرور لاستقبال شهر رمضان المبارك. وكاميرا أخبار الآن متواجدة حالياً في وسط عمان لتنقل لكم تحضيرات واستعدادات الشعب الأردني للشهر الفضيل. دعونا الآن نأخذكم في جولة صغيرة. مرحبا، كل عام وانت بخير. انت بخير. تحكي لنا ليش اخترتي وسط البلد لتيجي عليها بشهر رمضان؟ لانه بصراحه انه في اجواء حلوه، مزينين الشوارع، انه مخلين انه جد في شعور انه في رمضان. بحس انه بس اجي هون خصوصي بهاي المنطقه، انه لو تشوفوا انه حتى مزينين وحاطين زينه رمضان وحاطين اسم الرسول ورمضان كريم، انه بحس انه جد في رمضان هون يعني. دعونا نرى أحد متاجر العصير. كل عام وانت بخير. بخير وصحة. رمضان كريم. الله أكرم ستي. تحكي لنا عن كونك تاجر محل عصائر، كيف أجواء رمضان السنة؟ كيف اختلفت عن السنة الماضية؟ كيف إقبال الناس، استعداد الناس بأول يوم برمضان؟ كل عام وانت بخير أول شيء. طبعا بالنسبه لاجواء رمضان السنه طيبه الحمد لله، جت فطر الربيع، الاجواء حلوه وجميله. طبعا مشاركه مع امانه عمان، غرفه تجاره عمان بزينه هلال رمضان وشارع فيصل، فالحمد لله العالم تشجعت تنزل على وسط البلد تعيش الاجواء رمضان بعد الفطور وللسحور. على العصائر، على الأسواق، إقبال الناس الحمد لله طيب، يعني تعرف الجو بشجع، جو الحمد لله ربيعي بشجع، بنزلوا أول شيء بيقضوا بعد الفطور يوم شاق بعد الصيام، بنزلوا على وسط البلد بتشربوا لهم عصير، كنافة، شغلة أمور هاي الحمد لله، بقضوا أجواءهم. هذا بيساعد يعني أول شيء الزينة، ثاني شيء في الحمد لله مجال تنزه كامل. كونك تاجر، ما اختلفت العادات والطقوس رمضانية عن سابقها؟ اختلفت طبعا كليا، يعني الحمد لله فضل أمانة عمان وغرفة تجارة عمان، يعني في الزينة، في جلب السياح على وسط البلد، هذا كله صار في تشجيع الحمد لله، أن العالم تنزل وتسهر وأجواء جميلة للعائلات كاملة، الأمن والأمان طبعا يديم. شكرا لك، رمضان كريم. الله يكرمك. الآن من العصائر إلى محل الحلويات. يعطيك العافية، كل عام أنت بخير، رمضان كريم. الله يسعدك يا حي، الله يكون. بتحكي لنا هون شو بتقدموا بمحل الحلويات، شو أكثر المأكولات اللي الناس بتطلبها برمضان؟ تمام، إحنا عندنا هون كنافة على الفحم حلويات، تمام، بس تتكون من اربع انواع. عندك النوع الاول اللي كنافه بالنوتيلا، بتيجي محشيه نوتيلا على وجه نوتيلا، طبعا هاي مرغوبه اكثر شيء للناس والعالم، تمام. تجي الكنافه البعديه تتسمى الكنافه باللوتس، تجي محشيه لوتس على وجه اللوتس. كمان في الكنافه بالايس كريم، هاي طريقه تركيه، طبعا هاي مشهوره كثير، تجي محشيه بوزه وعلى وجه بوزه. وهي احنا قاعدين نعمل يعني كنافات على الفحم وامور هاي، وهسه احنا نعمل احنا كنافه بالنوتيلا، تجي محشيه نوتيلا على وجه نوتيلا، هاي القونه فيها. كيف اقبال الناس كون اليوم اول يوم رمضان؟ والله اقبالهم جميل كثير، وما يعني ما شاء الله روعه روعه روعه، مبسوطين. ما اختلفت عن كل سنه؟
لا لا ما اختلفت الحمد لله. شكرا لك. اهلا وسهلا. محلات الحلويات والعصائر، وهلا بدنا نشوف مقابلة مع مواطن. مرحبا. اهلا. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. انت بألف خير. الله اكبر. تحكي لنا ليش اخترتي وسط البلد لرمضان؟ صراحة يعني وسط البلد اجواءها غير دائما، وخصوصا برمضان بتعطينا الروح الرمضانية، يعني بتلاقي فيها من كل يعني مختلف انحاء العالم يعني، وهي أجواء رمضانية بحتة بتعطينا. تشتغلي حضرتك طالبة؟ لا أنا طالبة جامعية. كيف رمضان والدراسة؟ صراحة هي متعبة شوي مع الدراسة، بس يعني غير رمضان، غير رمضان هو شهر الخير والعطاء ولمة العيلة وغير يعني. شكرا لك. رمضان كريم. كانت هذه وقفة سريعة وجولة بسيطة في وسط عمان القديمة لننقل لكم أجواء رمضان للشعب الأردني، وكل عام وأنتم بألف خير.